شوف سلمان الحزم فيها دار وعلى العدو خلى مصابيها غبار، لكن وين الغايب اللي ما حضر؟ لا شد بالمحزم ولا سد البحار. سياسة الحكمة الغايب اللي تنشد عنه يا سياسة الحكمة تقول له انتظر حرب اليمن ما هي كما لعبة قمار ومواقف التاريخ تعطينا عبر والعاد بنشرح لكم هول الدماء.